المنتخب البرتغالي بطل القارة الأوروبية تحضيراته في مدينة كازان الروسية للمباراة الأولى التي يواجه فيها الأحد منتخب المكسيك بطل الكونكاكاف. كتيبة والمدرب فرناندو سانتوش يضعها المراقبون في ثوب أكبر المرشحين لنيل اللقب، وقد استجمعت كافة أسلحتها لهذه البطولة تحت قيادة كريستيانو رونالدو الذي أحدث جدلا بعد الأخبار التي أكدت قراره الرحيل عن ريال مدريد. كما شارك في تدريبات أيضا المدافع بيبي بعد أن أصبح جاهزا للمشاركة في المباريات بعد غيابه في الفترة الأخيرة بداعي الإصابة. أنا لا أتفق مع أي شخص يقول إن منتخب البرتغال هو المرشح الأول في البطولة، لأن هناك فرقا أخرى جيدة، والشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن لدينا الطموح وسوف نقدم أفضل ما لدينا. لقد قلتها في العديد من المرات، إنه حلم أن تلعب مع كريستيانو رونالدو، كنت دائما أتخيل ذلك، وأنا سعيد جدا بأن أكون جنبا لجنب مع قائدنا رونالدو فوق الميدان. بدوره خاض المنتخب الألماني ثاني تمرير له بمدينة سوتشي استعدادا لمباراته مع أستراليا للمجموعة الثانية لكأس القارة دائما، ويعد منتخب أبطال العالم من المرشحين لتتويج باللقب، غير أن المدرب يواخيم لوف فضل الذهاب للأراضي الروسية بلاعبين جدد، وذلك لاختبارهم واكتشاف مواهب جديدة قادرة على تمثيل منتخب المانشافت في المواعيد المستقبلية. ويلعب المنتخب الألماني في المجموعة الثانية لجانب منتخبات أستراليا الكاميرون وتشيلي. Für uns ist es ganz klar so. إنه لمن الواضح أن هذه المنافسة مهمة لنا، حيث نستطيع أن نرصد أداءنا. أولويتنا بالطبع ستكون تطوير الأداء الجماعي والفردي لعناصرنا الجديدة، والهدف الثاني هو أن نفوز بالمنافسة. لدينا لاعبون طموحون ومحترفون، لكن قلة منهم تملك خبرة البطولات الدولية الكبرى. بدوره يستعد المنتخب الأسترالي في مدينة سوتشي لمواجهة الأحد مع بطلة العالم ألمانيا. المنتخب الأسترالي يخوض البطولة في غياب قائد الفريق ميل جيدناك المصاب خلال تصفية كأس العالم، مما حتم على المدرب بوتشوغلو تعويضه بلاعب شتروم غراتس جيم جيجو، كما يعول كذلك على العديد من الأسماء التي تلعب في الدوريات الأوروبية مثل الحارس ماثيو رايان المعار من بالنثيا الإسباني لخينك البلجيكي. يذكر أن أستراليا تخوض البطولة بوصفها بطلة القارة الآسيوية بعد انضمامها للقارة الصفراء في عام 2006. أخذ منتخب الكاميرون حصة تدريبية في العاصمة الروسية موسكو استعدادا لمباراته الافتتاحية في كأس القارات أمام تشيلي يوم الأحد. بطل أفريقيا كان قد وصل إلى روسيا يوم الأربعاء، وقد أوقعته القرعة في المجموعة الثانية جانب ألمانيا بطلة العالم وتشيلي وأستراليا. هذا وستفتتح الأسود غير المروضة مشوارها أمام تشيلي قبل أن تسافر إلى سان بطرسبورغ لمواجهة أستراليا، ومن ثم إلى سوتشي لملاقاة ألمانيا. وكانت الكاميرون قد حققت أفضل إنجاز لها في هذه البطولة ببلوغها نهائي نسخة 2003 والذي خسرته حينها أمام منتخب فرنسا.